عن تأخر الإنجاب. استأذن حضراتكم نشاهدها تفضلا بالعقل وليس بالعينين والأذنين، لأن تأخر الإنجاب للأسف كتير جدا 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 في هذه الآونة الأخيرة. وسبحان الله قدرنا الحمد لله رب العالمين فعلا إن إحنا ربك سبحانه وتعالى يسخرنا ويسخر آليات الطب البديل لكثير من هذه الحالات. خلينا نشاهد مع بعض هذه الحالة ثم نعود سويا نحللها من الناحية الطبية. باخد مدام زينب. السلام عليكم. مدام زينب السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا مدام. حضرتك سامعني؟ اه سامعك يا فندم، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. حضرتك انا كنت جيت عند حضرتك وعشان اعمل حجامه. تمام. عندي تكيسات على المبيض. اه. وعندي صداع جامد جدا، يعني طول الاسبوع صداع مستمر، ما بمشي معايا مشروب المسكن. اه. فبفضل الله يعني وفضل حضرتك عملت الحجامه وما كملتش حضرتك وتقالي 3 جلسات. تمام. عملت جلسه واحده بس وحامل. الف الف مبروك، ما شاء الله، ربنا يتم لك على خير يا رب. ربنا يبارك في حضرتك على خير يا رب. يعني الحمد لله. الحمد لله يعني ارتحت جدا. والصداع راح؟ اه الحمد لله راح خالص، يعني الحمد لله بفضل الله. ربنا يبارك لك يا رب ويجعلك. ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك ويتم لك على خير. أسأل الله العظيم أن يرزقك الذرية الصالحة يا مدام زينب، وأشكرك على اتصالك، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتكم مرة ثانية وبرنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد، وهذه الحالة من تأخر الإنجاب هنتناولها مع عنوان الطب البديل والمستحيل الجزء الرابع. مدام زينب كانت بتعاني من حاجتين، تكيسات على المبيض اللي أنا كنت لسه بتكلم عليها، وصداع مستمر لدرجة ان هي بتقول انا كنت بمشي بشريط المسكن. والحالات ديت حالات تأخر الانجاب زي ما نوهت من قبل ووضحت لحضراتكم ان كثير جدا للأسف من تجار البشر يتناولوا هذه الحالة، لانها بتبقى يعني من المفترض ان هي حالة انسانية قبل ان تكون حالة طبية، لان طبعا يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزق الجميع بالذرية الطيبة الصالحة يا رب، اللهم امين، وأن يرزق كل من يتمنى الولد الصالح أن يرزقه يا رب الولد الصالح والذرية الطيبة. بتبقى حالة حساسة جدا جدا، لأن تأخر الإنجاب في الحالات دي بيبقى اجتماعيا الكل بيتكلم بقى أنتوا لسه ما ربنا ما رزقكمش، أنتوا لسه شدوا حيلكم شوية، أنتوا يعني بيحسسوا الشخص أنه هيروح سوبر ماركت يجيب طفل ويجي يعني، ولا يعني يتناسوا قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، صدق الله العظيم. فهي هبة من الله عز وجل، ولكن العادة البشرية والعادات الاجتماعية بتبتدي تأثر نفسيا على اللي بيتأخر في الإنجاب، ولما ينجي بيقول له يلا بقى شد حيلك خاوي، يعني خاوي دي هات أخ يعني أو أخ أخت، يلا شد حيلك بقى وهات، وهكذا لا ينقطع أبدا الكلام العائلي والكلام المجتمعي والانتقادات العائلية والمجتمعية، وكأنها أمر بيدنا وليست هبة من الله سبحانه وتعالى. تكيس المبيض من أسباب تأخر الإنجاب واضح جدا ومنتشر جدا في الآونة الأخيرة، وكتير جدا يقول لي طب أنا مش تخينة ليه جاي لي تكيس مبيض؟ ليس شرطا، ولكنه يعني معظم الحالات اللي بتبقى زايده في الوزن بيبقى فيه تكيس مبيض، ولكن ليس شرطا، يمكن يكون تكيس المبيض ده موجود، ممكن تكون البويضات نفسها الجوده بتاعتها ليست مؤهله ان يحدث اخصاب لها بالحيوان المنوي، وبالتالي تناول العمل او التعامل مع المبيض في اليات الطب البديل حساس جدا ورائع جدا وبيجيب نتيجة طيبة جدا. نقدر ان احنا نعمل تنشيط للمبيض، نقدر ان احنا نزيل تكيسات المبيض عن طريق طبيعي وليس كيميائي تماما، ما بنستخدمش اي ادوية لا من قريب ولا من بعيد، عن طريق اليات طبيعية تماما تماما، نقدر ان احنا من خلال السايكل او الدائرة اللي موجودة ما بين المخ وما بين المبيض
ان انا فعلا انشط هذا التبويض وان انا احسن جودة البويضة، وبالتالي بندي فرصة رائعة جدا ان يحدث اخصاب مع الحيوان المنوي. مش ده بس، ايضا نقدر مع الطب البديل بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نحسن بطانة الرحم، ودي نقطة برضو مهمة وغاية في الاهمية يعلمها الزملاء الافاضل في النساء والتوليد. لازم بطانة الرحم تبقى كويسة جدا، ولازم تبقى في سمك معين علشان يحدث اخصاب وزرع للجنين او البويضة المرقحة مع الحيوان المنوي. نقدر مع الطب البديل نعمل الخطوات ديت بفضل الله سبحانه وتعالى، وعشان كده دايما بقول ان التعامل مع آليات الطب البديل بيختلف عن آليات الطب الغربي. بنقدر نصل الى نتيجة رائعة جدا. مدام زينب بتقول لي انت حددت لي 3 جلسات بالنسبة للصداع وبالنسبة لتكيس المبيض من أول شهر، الحمد لله رب العالمين، من أول جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى حصل حمل بفضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا الصداع اتحسن جدا جدا، والشريط المسكنات اللي كانت بتمشي بيه انتهى تماما، والحمد لله قدرنا أن احنا نعالج الحالة من الناحيتين، من تأخر الإنجاب وحدوث تكيس المبيض اللي موجود، وأيضا من ناحية الصداع. وكما ذكرت لحضراتكم أن آليات الطب البديل الحجامة والأعشاب تتعامل مع العقل والمخ والدائرة الموجودة ما بين العقل وما بين باقي الجسم بتناغم رائع جدا جدا جدا. نجد أن النتيجة فعلا بتكون رائعة في الحالات النفسية وفي الصداع وفي الذاكرة، بنجد فعلا النتيجة ملموسة جدا جدا بصرف النظر عن الطب الغربي اللي بيتعامل لمدة سنوات علشان يصل إلى هذه النتيجة.